مرحبا بكم مشاهدينا في حصتكم مع السفيرة، ودائما اللي تطلع عليكم عبر قناة النهار تي في، ودائما مواضيعنا مهمة وبسيطة وفي متناول الجميع. اليوم موضوعنا مهم جدا، يعني يا ريت تعطيني كل السيدات انتباهها. اليوم هو طريقة للتخلص من تلف الشعر، ولا بمعنى أصح أقنعة للتخلص من ولا حيل للتخلص قلنا من تلف الشعر، وكذلك باش نقويه ويعود يطول. إذا المكونات جد بسيطة وفي متناول الجميع كذلك، وربما بمكونات كذلك موجودة حتى في بيتك أنت وما راكيش على بالك أنه عندها أهمية كبيرة بالنسبة للشعر. إذا أول حاجة يعني اللي حنستعملوها عندي هنا ثلاث حاجات. إذا أول حاجة اللي حنستعملوها هي عندنا القليل من زيت الزيتون مع ماء المعجنات. ماء المعجنات مثلا لما تغلي ليبات يعني المقارون ولا ما شابه، احتفظي بهذاك الماء، لأنه حتى ولو شللتي به شعرك فقط راح يعطيك دو لابريونس لمعان، وكذلك يساعد باش تخلصي من هذوك لي فورش وكل اشياء المشاكل اللي ممكن عنده الشعر ديالك. اذا لكن هنايا اذا حبيت يعني كذلك القناع يكون عنده فعاليه كبيره، واش عندك ديري؟ عندك هنا قلنا القليل من ماء المعجنات وكذلك القليل من زيت الزيتون. ربما على بالي السيدات راح يقولوا لي هنايا اذا كاين بديل. نعم، اذا ما كانش عندك زيت الزيتون تقدري ديري زيت اللوز المر، تقدري ديري كذلك زيت جنين القمح، كما تقدري ديري كذلك زيت جوز الهند اللي هي مهمه جدا، ولا زيت الافوكا كذلك مليحه بالنسبه للشعر. اذا هذوما تقدري ديريهم مع ماء المعجنات، تقدري تخلطيهم في الاربعه كامله مع يعني ديري ملعقه صغيره تاع القهوه في هذاك الماء تاع المعجنات، وتعني تدلكي به فروة الرأس وشعرك كذلك وتمشطيه باش نشطي الدورة الدموية، لأنه لما نشطو الدورة الدموية تاع فروة الرأس راح تساعدك وتخلي شعرك أنه يطوال بسرعة، خاصة للسيدات اللي عندهم هذه المشكلة ويقول لك أنه شعر تاع من البنات الصغار حتى البولي بتيت في بناتكم تقدروا تستعملوا كذلك هاد الخلطة ولا هاد التدبيرة الصغيرة اللي قلنا درت هنايا فقط زيت الزيتون. يعني هذا كأبسط شيء، إذا ما عندكش كامل هذيك الزيوت اللي ذكرناها ممكن تستعملي فقط غير زيت الزيتون مع ماء قلنا المعجنات، ويعني تستعمليه دلكي به لو كان خطره في الاسبوع او اثنين او حتى ثلاثه، لانه كونتخي قد ما نديرو منه رانا رايحين نستفادوا. اذا انا شوفوا هنا قلت لي درت غير شويه زيت الزيتون مع ماء المعجنات، اما اذا انت عندك هذا الزيوت قلت لك زيت الزيتون، زيت الافوكاد، زيت جوز الهند، كذلك زيت جنين القمح وزيت اللوز المر، تقدري كلها تحطيها ملعقه صغيره في ماء المعجنات وراكي راح تستعمليها على شعرك حتى تتخلصي من التلف. راح يعني يساعدك باش يطول شعرك وكذلك راح يرطب وراح هذوك لي فوخش كامل يداويهم. هذا بالنسبه قلنا للقناع الاول اللي كان بسيط جدا، قلنا في متناول الجميع. ونعاود ونكرر، اذا ما عندكش هذيك الزيوت فتقدري تكتفي فقط بزيت الزيتون ولا حتى زيت اللوز، يعني مام وحده فيهم ممكن تستعمليها، ماشي بلي يجي كامل نديروهم، لكن لما الا عندك وحده فيهم تقدري تستعمليها، حتى وين تقدري يعني تجمعي كل هذيك الزيوت اللي حكينا عليها وتقدري ديريها في ماء المعجنات. كذلك في شيء اخر مكون بسيط جدا ويتباع يعني باغتو بثمن زهيد جدا، اللي هو الطين الاخضر او الطين الابيض. يعني الطين تشري كميه منه، تقدري تشريه انتيا وتطحنيه ولا تشريه عند العشاب، يعني تشري كميه صغيره وراكي راح تخليها في الدار. لما تدخلي الدار كل مره لما تستعملي يعني تاخذي الحمام ديالك وتغسلي شعرك بالشامبوان راكي راح تستعملي الطين الاخضر ك يعني ملطف للشعر. كيفاش تستعمليه؟ راك الا كان عندك يعني انتيا مطحون يعني يكون ناشف، راكي راح تخلطيه مع شويه مدافي باش تحصلي على كريمه كيما هذه اللي راكي تشوفي فيها هنايا هكذايا. اذا قلت لك الا شريتيه ناشف يعني شريتيه مطحون ساك، راكي راح تخلطي له غير شويه تاع المدافي باش تحصلي على كريمه، ولا ممكن تشري هكذايا. راهم يتباعوا هاد الاقنعه يعني عند وين يبيعوا كوزميتيك المواد الخاصه بالتجميل، راكي راح تشريه ديجا بريباري هكذايا دون زامبو وتستعمليه كما نقولوا كملطف للشعر، كذلك عنده فعاليه رهيبه على الشعر. خاصه قلت لكم هاد النصائح للكبار والصغار، ما بالبنات الصغار يعني يقدروا يستعملوا هاد النصائح.
وفي حيلة أخرى وهذه الحيلة رائعة جدا وخليتها هي الأخرانية. هذه يعني رايحة تنفعك كثير كثير ورايحة تطول لك شعرك، رايحة تغذي شعرك كذلك، ورايحة تعطيه لمعان وتساعده باش يطوال، وكذلك رايحة تنشط الدورة الدموية، وكذلك بيان سور يولي مليء بالفيتامينات وخاصة لا فيتامين دي اللي يعني يحتاجها شعرنا كثير كثير، لأنه في كثير من السيدات اللي عندهم الشعر التالف هذا الشيء من جراء يعني نقصان الفيتامينات اللازمة، لأنه حتى الشعر حي ولازم له فيتامينات يعني باش يقدر يطوال وباش يقدر يكون شباب ويكون فيه هذيك لابريونس ويعني اللمعان ديالو، فلازم له هذه الفيتامينات، الفيتامين دي، الفيتامين او، فيتامين سي، يعني كثير من الفيتامينات. وربما يعني شيء اكيد مفروغ منه انه السيدات ولا حتى البنات الصغار اللي عندهم لي فورش، اللي عندهم لي شوف بيبي يطلعوا يعني وما يحبوش يحبطوا، اللي عندهم شعرهم نفخي كذلك تقول لك انا نروح عند الحفافه انا مشط، لكن في الاخير يعني هذاك البغوشين ما يشدليش باسكو علاش؟ كاين الرطوبه، كاين عده عوامل، بوكو فاكتور تخلي شعرنا ما يكونش شباب وما يكونش لامع، ولا حتى الطريقه الخاطئه لاستعمال الصبغات، وراح نطرقوا لمثل هذه المواضيع. اذا قلنا نعاود نولي للتدبيره او الحيله يعني فريمون افيكاس وانا نستعملها يعني شخصيا بزاف، اللي هي لا فيتامين دي. قلنا تشريها عند الصيدليه وتاخذي يعني قاروره تاع لو سيروم اللي تستعمليه في شعرك العادي، يعني لما تجبدي شعرك اكيد كامل عندنا لو غرا ولا لو سيروم هذاك اللي نستعملوه باش نلمعوا به شعرنا. اذا نجي هنايا فقط تفتحي القاروره تاع لو سيروم ديالك بهذا الشكل هكذا، واش ندير الداخل في حاجه بزاف بسيطه وسهله، انا رايحه يعني نكسر هذيك لا فيتامين دي ونحطها لداخل، ورانا راح نستعملها يعني يوميا هكذا. فوالا نحطوا برك الزجاج هنا، وراني رايحه هاد لا فيتامين دي قلنا نحطها لداخل هكذا. شوفي هي ثقيله تجي مزيته فقط، ها يعني حطيت لا فيتامين دي. فيما بعد نعاود نغلق القاروره ديالي، وبيان سور بعد كل يعني او قبل عفوا كل استعمال انا رايحه يعني نخلط لو سيروم ديالي والقاروره تاع لو سيروم تاعي اللي نستعملها باش نلمع شعري. اذا نعاود قلنا فقط للتذكير يعني خاصه للناس اللي راهم يلتحقوا بينا الان، اليوم درنا موضوعنا هو اقنعه او حيل او تدابير اللي ممكن تخلي شعرنا يطوال، وكذلك نقضيه على الشعر التالف لي فوش وكل المشاكل اللي ممكن يعانيها الشعر، وباكيد الاقنعه كثيره، بحر من الاقنعه، وكل مره رانا رايحين يعني نقدموا لكم قناع او اثنين حتى تستفادوا. اذا قلنا الاول انه نعملوا ماء المعجنات مع القليل من الزيوت اللي ذكرناها، قلنا زيت جنين القمح، زيت الافوكا، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت اللوز المر، نخلطوا وحده فيهم ولا كلهم مع هذا الماء تاع المعجنات، ونستندلكوا به قبل الاستحمام الفروه تاع الراس الجدره ديالنا، ونسلكوا يعني بالمشط يعني حتى شعرنا نشخشخوه مليح كما نقولوا بالعاميه بهذا الماء المعجنات مع الزيوت حتى نتحصل على نتيجة رهيبة. تعملوه لبناتكم الصغار ولا حتى ليكم انتوما، وخاصة اللي يستعملوا بزاف اللي يديروا ليماش وتحرق لهم شعرهم ولا كذلك الصبغات والى اخره. اذا قلنا نستعملوا هذه الزيوت مع ماء المعجنات. اما طريقة ثانية عندك الطين الاخضر ممكن تشريه بريباري يعني ديجا في ليبو كيما راكي تشوفي وين يبيعوا مواد التجميل، وتستعمليه كملطف للشعر يعني بعد الشامبوان راكي راح تستعملي تدلكي به شعرك، تخليه 10 دقائق وتشلي شعرك، راح تحصلي على نتيجة رهيبة جدا. ولا الحيله الاخرانيه اللي هضرنا عليها اللي قلنا لا فيتامين دي يعني اللي حطيناها داخل لو سيروم تاعنا اللي نلمعوا به شعرنا مور شاك بوشينغ، ولا مامي الا ما حبيتيش ديري لو بوشينغ كي نشوف شعرك راكي رايحه يعني دلكي شعرك به، صدقيني انه راكي رايحه تحصلي على شعر يكون قوي جذاب كذلك وبراق، وكذلك راح يطوال في فتره قصيره. اذا ان شاء الله تكوني استمتعتي وكذلك يعني خديتي معلومات مفيده، وكذلك دونتي كل المقادير بطريقه صحيحه، وحنا دائما في الخدمه يعني حتى ولو يعني نسيتي اي مكون ولا فممكن تراسليني على صفحتي الخاصه وسيله بولحيه، ولا كذلك عبر الصفحه الرسميه لقناه النهار تي في، وعبر كل مواقع التواصل الاجتماعي حصه مع السفيره وسيله بولحيه وقناه النهار تي في. سلام.